شغب ناعم. جارية حكمت المسلمين لمدة ربع قرن وتخلصت من غريمتها بحب الخليفة العباسي عن طريق السم. طب يا ترى ايه قصتها؟ وازاي اصبحت السيدة الاولى في العصر العباسي وتخطت ثروتها مليار دينار؟ القصة بدأت في عهد الخليفة المعتضد بالله، واللي كان معروف عنه عشقه للنساء لبنى وسميرة، فاطمة ومنيرة وهلم جرة. وقتها لفتت نظره جارية نحافة وجميلة من اصول رومية اسمها ناعم، وعلى طول قرر يشتريها ويضمها لجواريه. طبعا المعتضد بالله أول ما شافها عينه طلعت نجوم وقلبه دق 3 دقات، وزي عادة السلاطين يوم مع شجر الفل ويوم مع الياسمين. قضى معاها المعتضد فترة وبعدين شاف غيرها، ولأنها ما كانتش زي أي جارية، كانت بتفتعل المشاكل في القصر وتعمل شغب عشان تفضل دايما شغلة تفكيره. وفعلا بيرجع لها المعتضد وبيخلف منها ابنه المقتدر بالله، لكنه بيسيبها تاني ويغرق في بحور الجواري. فبتقرر تتخلص من غريمتها عن طريق السم بمساعدة صديقتها الصدوقة الجارية ثمل. عشان كده المعتضد بالله سماها شغب، وقرر قطع أنفها عقابا ليها على جرائمها، لكنه رجع عن قراره إكراما لابنه المقتدر، ولأنه ما قدرش يمسك عليها حاجة تدينها. بعدها حجمها وخليها تعيش في بيت بعيد عن القصر، لكن شغب بمساعدة سمل كانت بتعرف كل خفايا القصر وعلاقات السلطان الجديدة، وكانت بتخطط وتنفذ وهي في مكانها. ولما مات المعتضد بالله سنة 289 هجرية، تولى ابنه الأكبر المكتفي بالله الحكم، وهنا بدأت شغب تخطط للإطاحة بيه. فكانت بتعمل على إثارة الفتن ووقعت بينه وبين المؤيد بالله ابن عمه حاكم مصر، لكن المكتفي بالله كان حاكم قوي وحكيم، قدر يسيطر على زمام الأمور ويحكم قبضته. وفجأة حصل اللي كانت شغب بتحلم بيه. مات المكتفي بالله وهو عمره 31 عام فقط. بعدها أعلنت شغب إن ابنها اللي عنده 13 سنة بلغ، وهنا أصبح هو الخليفة القادم وتولى الحكم سنة 295 هجرية. وطبعاً مش محتاجة أقول لكم إن شغب كانت هي الحاكم الفعلي للدولة، كل مؤسسات ووزارات الدولة بقت خاتم في إيديها، وأول قرار أصدرته هو حظر استخدام اسم شغب ناعم، وسمت نفسها السيدة أم المقتدر، وغيرت اسم صاحبتها ثمل للقهرمانة أم موسى. وبعدها أنشأت ديوان السيدة وعينت فيه أحمد بن العباس بن الحسن رئيس، وما كانش فيه أمر بيتنفذ أو ورقة بتتختم إلا بختم ديوان السيدة. وفي أغرب وقعة حصلت في التاريخ، عينت صاحبتها سمل في منصب قاضي القضاء، وبقت أول جارية تحكم بين الناس وتفصل في المظالم. وعشان شغب ترسخ نفوذها وتثبت رجلها، عملت جهاز استخباراتي نسائي استعانت فيه بالقهرمانات، وهم الجواري أصدقائها، لأنهم كانوا عيونها في القصور والوزارات وكانوا بينقلوا لها دبة النملة. وزاد نفوذ القهرمانات في عهدها بشكل كبير، لدرجة إن القهرمانة أم موسى تسببت في عزل الوزير المصلح علي ابن عيسى بسبب إنها راحت له في يوم وكان نايم والخادم بتاعه مرضاش يصحيه. تسكت أم موسى؟ لا ما تسكتش، قومت الدنيا وقعدتها. ورغم اعتذار الوزير لها إلا إنها تسببت في عزله، وكان كل وزير يتعزل في عهد المقتدر يتجرد من كل أمواله وتصدرها شغب. وبسبب ذكاء شغب وسلطتها الموازية لسلطة مؤسسات الدولة، قدرت إنها ترجع ابنها للحكم مرتين بعد عزله. طبعا ما هي كان وراها رجاله في شنبات وكهرمانات، وسنه ورا سنه فضل نفوذها يكبر، وبغداد كلها بقت عارفه مين هي السيده ام المقتدر، واللي انشات اكبر بيمارستان طبي في عهدها، كانت بتنفق عليه 7000 دينار في السنه، وكمان اتبرعت بمبلغ 500000 دينار بسبب تدني الاوضاع وتراجع اقتصاد الدوله. وبعدها حصلت ازمه ثانيه، فاتبرعت السيده شغب بمبلغ يوازي 720 مليون دولار، وهنا اتفتحت العيون عليها، وتم قتل المقتدر سنة 319 هجرية، وتولى القاهر بالله أخوه الحكم بداله. ولأنه كان شاكك إن شغب هي السبب في موت أمه، فضل يعذبها لحد ما أقرت بمكان ثروتها، وتم مصادرة كل أموالها، وانتهت حياة أكبر دكتاتورة في العصر العباسي نهاية بائسة من غير سلطة ولا مال سنة 321 هجرية، يعني بعد موت ابنها بسنتين اتنين.